اهلا ومرحبا بكم مرة اخرى في قناتكم كوكب الفن، وهذه الحلقة وكالعادة المليئة بالاحداث الحصرية. وقبل البداية اترككم مع هذه العناوين. دنيا بطمة والخطأ الوحيد الذي اطاح باسمها. الرابور مسلم يعلق: اشتغلت نجارا وبائعا متجولا والوسام الملكي دفعني للاجتهاد. اعتقال صاحبة قناة روتين اليومي. رغم الانتقادات السحليفة تعود الى الشاشة الرمضانية. الرجولة: ميسي يقرر انقاذ رونالدينيو. تتويج زكريا الغافولي كأفضل فنان متجدد في سنة 2019. والآن أترككم مع تفاصيل هذا الفيديو. تعتبر الفنانة المغربية دنيا بطمة من الأصوات النادرة وخامة صوتية رائعة كانت ستصل للعالمية لولا تسرعها وخوضها للجدالات التافهة عبر السوشيال ميديا. كل ما في الأمر هو أن إدارة أعمالها ليست بالاحترافية الكافية لتسييرها، والكلام هذا عن زوجها المنتج البحريني محمد الترك. فمن خلال خروج العديد من اليوتيوبرز والمحللين بيّنوا عدم احترافية إدارة أعمالها، لأن اللوم يعود إليه بسبب تركها تخرج عبر المنابر الإعلامية واللايفات، والتي كانت من خلالها تتعارك مع منتقديها وأعدائها، وكل ذلك تحول مع الوقت ضدها. كان من الأرجح أن تهتم بمسيرتها الفنية وألا تكثرت للانتقادات وألا تجيب أحد مهما كانت هجوماته عليها، فهي تملك صوتا رائعا كان سيجعلها في القمة بين الفنانات المغربيات. فأصل النجاح هو التواضع وحب الناس، وكما يقال: من أساء إليك أحسن إليه، فأنت الرابح في النهاية. فمهما بلغ ظلم المتابعين في هجوماتهم وانتقاداتهم، تستطيعين كسب وده وحبه بالصبر والابتسامة الطيبة والكلام الموزون. أما الصراعات والتهديدات ليست لصالحها، وهو كما ذكرنا سببه هو توجيه إدارة أعمالها. مدير الأعمال يجب أن يكون ذكيا في التعامل مع مثل هذه الأمور، وإدارة الأعمال تدرس، لأن الفنان المشهور معرض دائما للانتقادات والهجومات، لكن الذكي يتصرف بالحكمة وليس بالهجوم، لأن ما قامت به دنيا بطمة عاد عليها بالشر، ودخولها في قضية حمزة منبيبي قد يورطها، وربما الخروج من هذه الورطة سيكون درسا لها ولإدارة أعمالها. الرابور مسلم يعلق: اشتغلت نجارا وبائعا متجولا والوسام الملكي دفعني للاجتهاد. قال مغني الراب مسلم إن وفاة والده جعلته يتحمل المسؤولية منذ صغره، مما دفعه للاشتغال في النجارة والحدادة وبائعا متجولا لإعالة نفسه ومساعدة والدته. وكشف الرابور مسلم خلال استضافته في برنامج دوم زيرو أن الوسام الملكي دفعه للاجتهاد أكثر في مساره المهني الذي بدأه قبل سنوات. اعتقال صاحبة قناة روتين اليومية. قال مصدر إعلامي أن الضابط القضائي للبرنوسية بالدار البيضاء أحالت زوال الجمعة الماضية صاحبة قناة روتين اليومية وشقيقتين لها على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية في حالة اعتقال. وتقرر تمتيع الشقيقتين بالصراحة بعد استنطاقهن وإيداع مالكة القناة سجن عكاشة بعد متابعتهن بجنح السب والشتم وإهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لعمله وإحداث الفوضى داخل فضاء عمومي وإهانة عناصر الأمن والتصوير غير المرخص لها مع العنف وإلحاق خسائر مادية بالدائرة الأمنية.
وتعود تفاصيل القضية عندما استدعت الدائرة الأمنية امرأة وابنها من أجل الاستماع إليهما في شكاية تتعلق بسوء الجوار، فقررت شقيقاتها مرافقتها إلى الدائرة الأمنية لمؤازرتها، وشرع ضابط الشرطة في الاستماع إلى المرأة وابنها بحضور شقيقتيها، فانتبه أن إحداهما تصور وقائع التحقيق بآلة خاصة وتدخل لمنعها وحاول حجز آلة التصوير، وهو ما لم تتقبله الشقيقات الثلاث، ليتحول الأمر إلى فوضى، إذ شرعنا في تخريب محتويات مكتب الضابط والدائرة الأمنية، سيما بعد تدخل باقي عناصر رجال الشرطة لاحتواء الوضع. ولم تكتفي مالكة قناة روتين اليومية بهذا الأمر، بل شرعت في سب وشتم الأمنيين رافضة بقوة حجز آلة تصويرها قبل أن يتمكنوا في الأخير من السيطرة على الوضع واعتقال الشقيقات وحجز آلة التصوير. وأشعر ضابط الشرطة النيابة العامة بالنازلة، فأمرته بإنجاز محضر وإحالة الشقيقات في حالة اعتقال على الشرطة القضائية للبرنوسي من أجل تعميق البحث معهن. وكشفت المصادر أن التحقيق مع الشقيقات كشف أن مالكة آلة التصوير تملك قناة على موقع يوتيوب باسم روتين اليومي، إذ سبق أن بثت مشاهد حول قيامها بأشغال المنزل، ومن أجل جلب عدد أكبر من المشاهدين استغلت حضور شقيقاتها بالدائرة الأمنية للاستماع إليها في شكاية سوء الجوار، وشرعت في تصوير التحقيق بهدف بثه على قناتها. وأوضحت المصادر أن الشقيقات الثلاث نفينا تعريض أي أمني للاعتداء والسب، وبررنا رفضهن تسليمه آلة التصوير بأنها تتضمن مقاطع فيديو وصور خاصة بهن، إلا أن المحضر المنجز بالدائرة الأمنية فند ادعاءاتهن وكشف تورطهن في المنسوب إليهن. رغم الانتقادات، السحليفة تعود إلى شاشة رمضان. تعود السلسلة الفكاهية السحليفة إلى الشاشة الرمضانية خلال رمضان المقبل، بعد أن لقيت صدى طيبا قبل سنتين من عرضها، وانتهى طاقم العمل من تصوير جزئها الثاني استعدادا لعرضها طيلة أيام شهر رمضان من بطولة الفنان الكوميدي يسار وابنة شقيقته إسراء. العمل عبارة عن كبسولة رمضانية بعنوان السحليفة من كتابة يسار ونرجس الحلاق وإخراج عبد العالي المهارة. يشار إلى أن الجمهور المغربي تعرف على إسراء السحليفة من خلال الفيديوهات المضحكة التي ظهرت فيها رفقة يسار على موقع اليوتيوب. والجدير بالذكر أن سلسلة السحليفة حققت نسب مشاهدات عالية على القناة الأولى، بالرغم من أنها واجهت مجموعة من الانتقادات من طرف المغاربة بسبب طريقة حديث الطفلة إسراء. الرجولة: ميسي يقرر إنقاذ رونالدينيو. ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسبانية قرر دعم زميله السابق في البارسا ومثله الأعلى البرازيلي رونالدينيو في أزمة سجنه في باراغواي من أجل إخراجه من تلك المحنة. ويخضع رونالدينيو للحبس على خلفية اتهامه وشقيقه روبرتو أسيس باستخدام جوازات سفر مزورة للدخول إلى باراغواي. وبحسب ما نشره موقع فوتبول بايبل الإنجليزي وصحيفة بولسكا تايمز البولندية، فإن ليونيل ميسي قام بالتعاقد مع محامين من أجل الدفاع عن رونالدينيو في هذه القضية حتى تتم تسويتها بنجاح وإخراج النجم البرازيلي من الحبس. وفي الإطار نفسه، فإن ميسي سيقوم بحسب الصحيفة بإنفاق قرابة 4 ملايين يورو على القضية برمتها من أتعاب أو كفالات أو غرامات من أجل إنقاذ زميله السابق وإخراجه من أزمته، حيث تشير تقارير إلى إمكانية قصر العقوبة على غرامة مالية فقط. وكان ميسي ورونالدينيو تزاملا في البارسا خلال الفترة ما بين 2004 إلى 2008، وحقق معنا العديد من الإنجازات، أبرزها دوري أبطال أوروبا 2006، ويعتبر النجم الأرجنتيني نظيره البرازيلي مثلا أعلى له في كرة القدم، ويرتبط معه بعلاقة صداقة وطيدة.
تتويج الفنان زكريا الغافولي كأفضل فنان متجدد لسنة 2019. كرم الفنان زكريا الغافولي يوم السبت المنصرم بالدار البيضاء من طرف مهرجان فن القفطان في نسخته الخامسة كأفضل فنان متجدد لسنة 2019. وعبر الغافولي بهذه المناسبة عن سعادته البالغة بهذا التتويج، حيث قال: سعيد جدا بتكريمي من طرف مهرجان أرت دو قفطان كأفضل فنان متجدد لسنة 2019. شكرا لإدارة المهرجان وللجمهور الكريم، وأعيد أعدكم دائما بالأفضل. يشار إلى أن مهرجان فن القفطان قد كرم الفنان زكريا الغافولي بجائزة أفضل فنان متجدد لسنة 2019 إلى جانب مجموعة من الفنانين، أبرزهم الفنان الدوزي والرابور المغربي سبعة وآخرون. إلى هنا نكتفي بهذا القدر، ونقول لكم شكرا لكم على المتابعة، ودائما نعدكم بالمزيد والمزيد من الأخبار الحصرية. كما أعد الجمهور الكريم، عما قريب سوف نلتقي إلى استوديو آخر لعرض حلقات وموضوعات مهمة وجد احترافية بإذن الله. شكرا لكم، إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.